طب ما احنا ممكن نسال احسن مستقرة. دكتوره روضه حمزه استاذ الاقتصاد المنزلي وتدينا كده نصايح ازاي أيوه. نوصل لتفعيل مفهوم التسوق الذكي. يا دكتوره روضه صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور التسوق او الشوبينج في مرض نفسي يقول لحضرتك ايه، في حد عنده ادمان الشراء سواء هو هيستفيد او هي هتستفيد من اللي بيشتروها لا، بس هو الفكره ان انا بحس ان انا بشبع رغبه ما في دماغي من كتر ان انا بنزل الم حاجات اشتري حاجات حتى لو حاجات مش مفيده ولا هتفيدني انا شخصيا. صح تمام يا فندم. احنا طبعا زي ما حضرتك ما قلت احنا في ناس بتتسوق من اجل ان هي بس بتخفف من التوتر والضغط وبتشعر بالامتلاك. وامتى اعرف ان انا تسوقي تسوق قهري؟ ان انا بعد ما بروح بندم على كل الحاجات اللي انا بشتريها وبعاوز ارجعها. فهنا مهم جدا جدا ان انا اسال نفسي سؤال مهم، انا نازل اتسوق ليه؟ معايا ورقه مكتوب فيها الحاجات اللي انا عاوزه اشتريها، ما انزلش اتسوق تسوق عشوائي. مهم جدا جدا ان انا اخد بالي اسال نفسي سؤالين، طب ايه رايك لو اجل ده لبكره؟ يعني دايما يعني خلينا شويه نتحايل على نفسنا، يعني ان احنا نقول ايه طيب ماشي تمام انا هشتري كذا وكذا. في التأني يعني، في التأني السلامه. ادي لنفسي 24 ساعه يا استاذه مروه وهرجع اقول لا انا ما كنتش محتاجاه، لا ده انا كنت بس متضايقه وعاوزه اشتري ده وهكذا. فمهم قوي قوي ان انا حتى لو عاوزه اشتري عشان اخفف الضغط احاول ان انا دايما اشغل نفسي ببدائل. يعني انا لو لاقي نفسي ان انا لما ببقى متضايقه بنزل اتسوق لا، دي نقطه مهمه جدا يا دكتور. لانه احنا يعني في ناس كتير مننا لما بتتضايق فعلا بتنزل تشتري وتقول لك ان انا هطلع الاسترس او التوتر اللي موجود واحاول ابعد عن الافكار السيئه والسلبيه اللي موجوده في دماغي واللي بفكر فيها، بنشغل بس هدفع قدامها فلوس كتير. بالنسبه للناس اللي بتشتري اونلاين يمكن دلوقتي حياتنا بقت اسهل ونعتمد على مواقع التسوق من خلال الانترنت ومن خلال مواقع الأونلاين، هل هذه الطريقة هي الأفضل ولا أن أنا أروح المحلات وأعمل مقارنات ما بين عملية الشراء؟ هنا بيحكمني هل لو العرض قوي قوي، يعني لو العرض فعلا كويس خلاص أنا بشتري أونلاين مفيش مشكلة. لو هيوفر لي وقت ومواصلات ونقل، يعني مثلا أشتري جهاز كبير عشان أنقله هدفع 500 جنيه، لا لما يجي لي أونلاين مثلا شحن مجانا مثلا. فلما اجي اشتري اونلاين زي ما قلت لحضرتك نفس فكره التسوق القهري، لان الاونلاين احنا بتبقى تحت تاثير دايما اللي عنده سلعه بيخلق داخل الانسان الرغبه في شراء السلعه برغم ان هي ممكن ما تكونش ده احتياج فعلي وضروري للسلعه. فمهم قوي في الاونلاين اني انا اكون محدده، انا مثلا عايز اشتري ثلاجه ابتدي ان انا اقارن ما بين الاسعار في الثلاجات فقط، عيني ما تروحش على الكريمات والبربانات والاكسسوارات لا واصل ده عرض اصل اخد اثنين لازم اشتري مش عارف بمبلغ معين عشان الشحن يبقى مجاني. مهم قوي ان انا اخد بالي، يعني حتى لو هتسوق اونلاين اتسوق بذكاء وبرضو اسال نفسي السؤال، او حتى ان انا قبل ما اطلب الاوردر ادي لنفسي ساعه ساعتين وارجع تاني اشوف السله اللي انا اخترت فيها هل فعلا الاحتياجات دي انا محتاجاها ولا لا. بس برضه يا دكتور يعني انا مش ضد الاونلاين كشخص عادي جدا، بس هو في حاله الهاء بتحصل الواحد كده لما يبقى قدام حضرتك العروض والاسعار والاختيارات وقدامك اوبشنز كتيره جدا، تلاقي ان احنا عمالين نعمل ايه سيلكت سيلكت اضافه للسله اضافه للسله، فجاه تلاقي الرقم كبر جدا جدا جدا. احنا عشان كده استاذ رامي بقول لحضرتك احنا حتى ممكن نقول نملى السله بالليل ونصحى الصبح هتلاقي نفس حضرتك بتلغي حاجات كتير على فكره. يعني مش شرط ان انا ادفع في وقتها على طول، اصل عمليه الشراء دي عمليه نفسيه واللي بيبيع السلعه فاهم نفسيه المستهلك بشكل جيد جدا، وهو المستهلك هو المستهدف. ان انا اخد منه ان هو يجي يشتري، ان انا ابيع اكبر قدر من السلعه بغض النظر عن ان اللي قدامي ده هيستدين، اصلا انا لحضرتك اللي هستدين وانا اللي هدفع وانا اللي هضطر ان هدخل في ضائقه ماليه. فمهم جدا اسال نفسي سؤال هل انا محتاجه، هل ده السلعه دي احتياج ولا رغبه؟ زي ما بنتكلم يا دكتور روضه عن الاشخاص اللي عندهم ادمان على التسوق وما عندهمش وعي بطريقه الترشيد يعني ان انا اقدر اوفر فلوس وبرده اشتري لنفسي فيه والاشياء اللي انا بحتاجها في حياتي، في ناس كمان عندهم ذكاء في التسوق ويمكن تقول لك انا استنى فتره التسوق اللي هو التخفيضات، يعني في ناس بتدبر مبلغ وبتوفر مبالغ معينه ليها ولاولادها ولاسرتها ان هم يكون معاهم المبلغ ده وقت التخفيضات ويستغلوا الوقت ده في يعني تخفيض الاسعار. بالظبط، انا ممكن اوفر من خلال العروض 20% من ثمن السلع، بس برضو نخلي بالنا لان العروض عاده
بتبقى اخر الموسم بتكون السلع اللي قربت تتلف، نشوف الصلاحيه لو هي مواد غذائيه، لو هي حاجات مثلا ملبسيه نخلي بالنا ممكن تكون يعني ملابس مخزنه من كذا سنه فبتبقى فيها عيوب. طب دكتور حضرتك يعني قلتي حاجه مهمه ومفيده جدا، وخلينا نركز على الجزئيه دي برضو يا مروه، والموضوع ده هيعم علينا كلنا اكيد بالايجابيه ان شاء الله. فكره الخزين بتاع الشهر بالزبط. هل الصح ان انا اخزن الشهر كله ولا اجيب اسبوع واسبوع، ولا اجيب الاحتياجات على حسب هنطبخ ايه على الغداء، محتاجين كام رغيف الصبح على الفطار، فبالتالي يعني اجيب على القد بالظبط. وده برضو مش بخل، احنا بنتكلم على فكر اقتصادي تنظيم. عشان نقدر نكمل لحد اخر الشهر ويبقى المحفظه فيها فلوس. بالظبط، احنا نجمع ما بين الاثنين. احنا هنجيب خزين الشهر في السلع التي لا تتلف. ليه؟ لان انا لما بشتريها بالجمله وبكميات كبيره بتكون سعرها اقل. وبرده حتى وانا بشتري اللي هو الخزين بتاع الشهر برده ما اشتريش كميات كبيره، يعني خلينا مثلا انا هشتري رز، مكرونه، مسلوق، غسيل، المنظفات بتقعد معايا فتره، فلما بشتري كميات كبيره الكميات الكبيره بتكون سعرها اقل يعني، وبيبقى عليها عروض. لكن الحاجات اللي هي الاستهلاكيه زي الخضار والفاكهه هي اسبوع بالكتير، لان طبعا بتتلف. ما اجيبش 5 كيلو طماطم ويبوظوا مني في الثلاجه. وبعدين قبل يا استاذ رامي ما منزل واشتري الخزين اعمل جرد، ودي نقطه مهمه جدا جدا وخصوصا السلع اللي بتتلف عندي بسرعه. عندي مثلا حلوه جدا الفكره دي، ان انا ايه اعمل جرد واشوف ايه اللي موجود عندي وازود عليه حاجه بسيطه تكمل معايا الشهر وهكذا. تدور العجله يعني افكار. على فكره النساء دايما بيعملوا الخطوه ديت وانا واحده منهم، وفي الاخر بشتري حاجات تانية خالص وزياده. مدبرين يعني. جدا، تحيه لكل النساء في مصر العربيه. دكتوره روضه حمزه استاذ الاقتصاد المنزلي نورتينا وبشكرك جدا على مداخلتك معانا.